هذا وتحظى الرياضات العسكرية بدعم من جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، مما أسهم في تطورها وجعلها منافسا رئيسا على المراكز الأولى في مختلف البطولات. وفي ظل هذا التطور تحقق الفرق العسكرية في الرياضات الفروسية نتائج مشرفة وتعتلي منصات التتويج في المحافل الرياضية العسكرية الدولية. رعاية ملكية سامية للحركة الرياضية في مجالاتها كافة أثمرت التميز واعتلاء منصات التتويج من قبل الرياضيين البحرينيين في المشاركات الخارجية. الرياضات العسكرية كان لها نصيب وافر من رعاية ودعم جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما انعكس إيجابا على النتائج المشرفة للفرق بمختلف المسابقات التي تجرى في الدول الشقيقة والصديقة. وبرز أبطال البحرين في رياضات الخيل والفروسية من بين المشاركين من أقرانهم العسكريين في العديد من مضامير المنافسة، رافعين اسم المملكة عاليا. فعلى سبيل المثال لا الحصر، حقق أفراد المنتخب العسكري للفروسية لقفز الحواجز لقوة دفاع البحرين المركز الأول في بطولة العالم العسكرية لقفز الحواجز للخيول 22، والتي أقيمت منافساتها في ريو دي جانيرو بجمهورية البرازيل الصديقة عام 2021. فرق وزارة الداخلية هي الأخرى عكست التقدم الذي تشهده الرياضة البحرينية، وكان آخر إنجازاتها تصدر فريق قفز الحواجز بالجولة الثانية من البطولة الدولية لاكاتشيا غاردي تور، والتي أقيمت في إيطاليا بمشاركة 142 فارسا وفارسة يمثلون 16 دولة. وفي المملكة المتحدة كان فريق وزارة الداخلية لقفز الحواجز على موعد مع منصات التتويج، حيث حقق أفراده المركز الثاني في منافسات الفرق والمركز الثاني والرابع في منافسات الفرد، وذلك ضمن بطولة وينزور لقفز الحواجز والتي أقيمت بمشاركة دولية كبيرة. وإلى جانب الطابع الرياضي، تحرص الفرق على إبراز التراث الوطني والهوية البحرينية الأصيلة في مهرجانات الفروسية، وهذا ما بدا جليا خلال مشاركة خيالة الحرس الملكي البحريني في العرض الختامي لمهرجان وينزور للفروسية في المملكة المتحدة عام 2022. تؤكد هذه الإنجازات وغيرها الكثير إصرار وعزيمة أبناء المملكة على تصدر المقدمة وإظهار ما يتمتعون به من جاهزية واحترافية وقدرات تؤهلهم دائما للمنافسة على المراكز الأولى في جميع مشاركاتهم. وفي ظل الدعم اللامحدود، يستمر العطاء وبذل المزيد من الجهود لتحقيق الإنجازات في البطولات القادمة ورفع اسم مملكة البحرين عاليا في المحافل الدولية.